قالوا انه ازارو العوام كان عاوز يمشي، العوامل دي مش عارف طلعت ازاي، بس كله كان شاهد، لا بالنسبه للفريق، لا بالنسبه للمدرب، لا بالنسبه للكابتن محمد يوسف، انه اول اختيار لي انا كان انني ابقى مع النادي. فالموضوع كله بيتعلق بالنادي، هو اللي بيقرر في الاول وفي الاخر. يعني انا ماليش حاجه اتكلم فيها عشان افضل ولا اروح، يعني النادي اللي بيقرر اني افضل ولا اروح. يعني الناس بتقول لا وليد عزارو مش عارف مين طلع مش عارف مين طلع المعلومات، مش عارف هم بيعملوا كده ليه. ف بالنسبة لي أنا ما باخدش الكلام ده، بس عاوز الناس اللي بتفكر يعني الناس ما تاخدش الكلام من أول ناحية. يعني أي كلمة بيقولوها بيصدوها وبيكبروا الموضوع، يعني الموضوع لا، اسمعوا واعرفوا ايه النظام من بعد اتكلموا. يعني ما بتكلمش على نفسي انا، يعني اتكلم على الناس كلها. يعني الناس بتاخد فكرة من أول خلاص بتحكم عليها. طب ركزوا فيها وشوفوا الطرفين واحكموا من بعد. انا ما بقولش الكلام ده عشان اتكلم على نفسي انا، يعني بشكل عام يعني انا يقولوا كلام وحش يقولوا كلام حلو، انا زي ما قلت لك انا بركز في الملعب عشان ادي احسن ما عندي، عشان اساعد زملائي وافرح الجمهور اللي بيحبني، وبرضه اللي ما بيحبنيش عادي. يعني انا بالنسبه لي ما بحترم كل الناس واحترم كل الاراء، يعني بس انا ما بقولش الكلام ده عشان حاجه تانية. بقول ما تصدقوش الكلام من اول الالم الكلام يتقال، اسمعوا كل وختموا مخكوا تمام، اسمعوا من المصدر وبعد كده قرروا. اسمعوا من المصدر، اسمعوا الناس تانية وبعدين قرروا. يعني ما تقولوش كلام، ما تحكموش على الناس من اول كلام، ممكن اي واحد يطلع اشاعه وكل الناس صدقوا. يعني بعد الموضوع ده مباشرة كان أول مباراة رسمية كانت مع تاون شيب في برج العرب، وأديت فيها مباراة على أعلى مستوى، أحرزت هدف متميز جدا وعملت أسيست. ده إن دل على شيء بشكل عملي داخل الملعب إنك أنت حتى على المستوى النفسي مرتاح وعايز تكمل في الأهلي، والعروض زي ما أنت ذكرت ده ترجع لإدارة النادي، لو وافقت هترحل، لو ما وافقتش أنت مكمل عقدك وسعيد إنك بقى موقف الأهلي. أكيد صح كده؟ أكيد. يعني كان في ناس بتقول إن وليد أزارو مش هيلعب حلو ومش أهم. كلام مش عارف هو بيطلعوا اي كدبه بقى وينشروها والناس بتصدق لا وليد ازارو بيلعب كل ماتش، اكيد الناس شايفه. يعني بيموت نفسه، بيعمل اي حاجه عشان ايه يفرح الجمهور. يعني ملناش حاجه في الموضوع ده، بس احنا كده. يعني الناس بيقول هيتنيك ومش عارف ايه، لا وليد ازارو مش كده. يعني اي ماتش بياخده بجديه وانتوا بتشوفوا في الملعب، يعني مزودش حاجه من عندي. بالتوفيق يا وليد ان شاء الله. هو احرز في كل الانديه الشعبيه، احرز في الزمالك، احرز في المصري.